شوفوا يا البنات هاد السلطة هادي هاد سمايل دابا يلا السلام بنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، المهم كما غتكونوا شفتوا في العنوان، اليوم تبحيره مع العائله. انا تبحيره ما كنتش معوله عليها، جاتني في اخر لحظه وصافي. ومني عائلتي كيقولوا لك يلا غنمشيو للبحر، هي يلا غنمشيو للبحر، ما يمكنش تقول لهم لا ولا حتى مره اخرى، حيت صافي كيكون داك الشيء داروا بروغرام هما. انا راه وجدت راسي، درت ليكرون بحال ديما، شوفوا لي ستيل دغيا لي ستيل عاديين، درت ليكرون، جمعت شعري بحال هكا، وغادي ندير نظاري وغادي نوريكم الكسيوه اللي غادي نلبس. شوفوا البنات اليوم الكسيوه اللي غنلبس، هانتوما مولفينش كتشوفوني بهاد لي كولور، والصراحه انا مكنزعمش عليهم حيت اش كنقول مكيجيوش معايا، ولكن اليوم غادي نلبسهم وانتوما غادي تقولوا لي واش جا معايا ولا مجاش معايا. في الفيديو اللي فات بزاف منكم بقاو كيسولوني على البوماده اللي قلت لكم كندير السيكاتريس وحيدات ليا ليطاش. الصراحه البنات اقسم لكم بالله الرحمه ديال الله، زعما كاين البنات اللي فيهم ليطاش هذه غادي تنفعكم، حيت انا ما خليت ما درت دير بصح ليطاش، وحتى حاجه ما حيدت لي ليطاش، ولكن هادي افيكاس بزاف، ماشي بيب ماشي حتى شي حاجه. البنات هادي هي البوماده سميتها ميبو، هاد البوماده البنات راه خرجها لي الطبيب فاش درت لوبيراسيون، وكنت كنديرها هنايا، وهي تجي ماما قالت لي ديريها لوجهك راه فيها غير الجنجلان. قلت لها ويلي على ماما وجهي، ولا كانت دير لي شي حاجه، قالت لي غير ديريها لوجهك. هاد الحبوب هذا راه ماشي من حبوب، راكم عارفين البنات. صافي فاش جربتها دغيا بينت لي وجهي، عرفتوا بعدا كاين كيصبح قلوي كلي فيها ليطاش. راه هاد البوماده غادي توافقك، شكروني البنات، شكروني شكروني شكروني، جبت لكم الحل ديال ليطاش والله الا غير باغازا غير البنات، والله حتى انا براسي كنت واحله فيهم، ما خليت اورديناري، ما خليت اورديناري بيلينغ ديالو كيحيد، ولكن خاصك الوقت وتبعي، عرفتوا انايا كنقدر ننسى ما نديروش شحال من حاجه، دونك ما حيدش ليا ليطاش دغيا، ولكن هادي في سيمانه او ما يمكنش. المهم البنات بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي تقدر تنفعكم بزاف بزاف هاد الصيف، هي هاد لاكام ديال لي شوفو ديال ياسيل. شوفوا فيها الشامبوان وفيها الماسك وفيها السيروم. المهم البنات هاد لاكام شحال دابا باش بديت كنتبعها، نقول لكم شنو دارت لي في شعري. انا من لو جونغ اللي شعري ناشف، عندي الزغبه ناشفه، الا فزك شعري كيتنفخ، الا ضربوا البرد بزاف كيتنفخ، عارفين زعما هاد الزغبه. هاد لاكام فاش كندير السيروم، فاش كنغسل شعري بعدا بالشامبوان كنحس به ليس. هاد الشامبوان راه فيه الكيراتين والبروتين دوبلي، يعني فيه المهم كيعوض لكم البروتين، كيبان لكم افي بروتين في شعركم، واش فهمتوني ولا لا؟ الا لاحظتوا دابا انا مؤخرا في الفيديوهات ما بقيتش كنصايب شعري، وليت غير كنمشطو وكنخرج، وما كنخافش انني نخرج وينشف ليا في الزنقه، حيت عارفه واخا غادي ينشف ما غاديش ينشف ديك النشوفيه الخايبه اللي غادي تنفخ ليا فيها، واخا كينشف كيبقى زوين. قربتكم من الفكره ولا لا؟ المهم البنات هاد لاكام هادي كما قلت لكم شحال دابا وانا كنتبعها، صراحه نفعتني في هاد الصيف، الماسك ديالها زوين، السيروم ديالها فن بزاف، هو اللي دايره دابا، وغادي ندير معايا حتى للبحر، فين ما غادي نبقى نخرج من البحر غادي نديرو. شامبوان بعدا بارفان ديالو واعر 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 واعر، ما كاينش في حسن من شامبوان اللي ماركو غالي، ما فيش هاد البارفان زوينه الصراحه، كيخلي لكم ريحه في شعركم فنه، زائد انه البنات راه طبيعي ومفيد للشعر. هاد لي برودوي البنات راه خارجين من لابو، ماشي مصايبين في الدار ولا شي قام كتصايب في الدار ولا شي حاجه، هادو راه من لابو، يعني عندكم مناش تخافوا. المهم البنات الا بغيتو تكومونديو هاد لي برودوي، انا غادي نخلي لكم ليا في الديسكريبسيون باش تدخلو تكومونديوهم، فيهم كود برومو باش ينقصو ليكم. صافي هادشي اللي كاين، دابا انا غنبدل حوايجي وارجع ليكم. شوفوا البنات الكسوه كي جاتني، الصراحه عجباتني بزاف والله، وكتجي طويله من التحت، نخرج نوريها لكم من التحت كيفاش كتجي. قولوا لي البنات كي جات معايا لا كولور، انا الصراحه عجبتني. ايوا صافي هذا ما كان، دابا غادي ندير نضيدره. صافي البنات وغندي معايا هذا الساك ديال باربي، واللي غادي ندير فيه داكشي ديال البحر، ومن هنا كيكون كمل لينا الاوتفيت، ولابسه واحد الصنداله ديال الصباع غوز. او نايس والله الا جاتني الكسوه زوينه. صافي البنات ديما نبقى نلبس الغوز. المهم يلا نمشيو للبحر، غادي ندير السيروم ديالي ديال ياسين هنا، وغادي ندير كاع لي برودوي اللي خاصيني، غادي ندير لومبر، غادي ندير
المهم كاع داكشي اللي غيخصني في البحر الفيليل هذا غيجي مع البزر نهزه. البنات هذا هو المايو اللي غادي نعوم به. شوفوا كي داير داير بحال شي كسيوه. هذا راه مايو التوب ديالو ديال المايو البنات. صراحه زوين كيجي مستور. غادي نجمعو غادي نديرو في الساك حتى للبحر غادي باش غنلبسو. جمعت السنه معايا. سمعوا اش كيقول لي؟ قول لي اول حاجه بدات 2005 ماشي بعلوكات. ثاني حاجه انا ماشي بديت 2005 بديت 2003 وانت جاي عاود 2003 مالك عاود 2002 اللي فاتك بنهار فاتني بعامين اللي فاتك بنهار فاتك بيش بزاف بيش فيتني بعامين تسحب راسي شارف عليا قال لك بنات 2005 سير سير انا كبر منك باش كبر مني بالعقل خمسه في عينيك ناري الحمد لله انني انا ماشي اختي هذا لاباس عليكم جيسبر تكونوا كلكم مزيانين. المهم اخوي خاتي مرحبا بكم معايا في نهار جديد. يلاه فقت غير دابا شويه غسلت وجهي ومهم بغيت نصبح عليكم شعكه وداكشي الشوق اللي شفتو ديال البحر ما صورتوش لكم البارح صورتو لكم نهار الحد واليوم البنات الخميس يوم الخميس باش نقدر نكمل لكم فلوق ولكن عرفتو راه كنت مشغوله اثنين وثلاث والاربع كانوا عندي بزاف د الحوايج. المهم نهار الثلاثاء البنات نهار الثلاثاء قولوا لي مبروك فيليسيتاسيون. نهار الثلاثاء بديت الريجيم رجعت للريجيم وبديت معاه حتى سبور دونك الثلاثاء درت الريجيم ومشيت ترينيت الاربعاء درت الريجيم ومشيت ترينيت اللي هو البارح واليوم البنات نهار الثالث في الريجيم. صراحه اليومين الاولى كانوا صعب شويه ماشي بزاف ما نقولش لكم لقيت شي صعوبه كبيره. انا عارفه بزاف غيبقاو يسولوني على البروغرام وهذا الشيء. البنات انا ما غادي نعطيكم حتى شي حاجه دابا حتى نلقى الريزلت. قال لك الريزلت في الشهر الاول كتبان راه نكمل الشهر الاول عفوا تعطيني الريزلت غادي نبارطاجي معكم البروغرام كامل ديال السبور ديال الماكله اللي تبع. بصراحه ماشي شي بروغرام صعيب ما نكذبش عليكم لا من ناحيه ديال السبور لا من ناحيه ديال الماكله. بلقيتوني البنات غادي نوجد الفطور ديالي غادي نوجدو معكم ابخا البنات غادي نجمع بيتي حيت مرون وقالت لي ماما ما تخرجيش من الدار حتى تجمعيه حيت مرون بزاف البنات. ومن بعد غادي نلبسو حوايجنا وغادي نمشيو للعصال. اليوم غادي نترينيو مزيان وصافي في العشيه غدوز معايا العشيه نقدر نخرج نقدر نرجع غير للدار ندير شي حاجه في الدار. المهم ها نتوما معايا في هذا النهار اي حاجه درتها البنات غادي نبارطاجيها معاكم وكنبغيكم بزاف اخوي خاتي الفنات ديالي مواح عليكم وصافي. عرفتو ما كرهتش ندير شي حاجه لخيراتي عندي واحد الفار ديال شيئين بحال والو نلصقهم عاد باش نمشيو للعصال. المهم البنات خليكم معايا اي حاجه درتها غنبارطاجيها معاكم. هذا هو فطوري
بيضات مسلوقين وشويه ديال البطيخ وكاس ديال القهوه بالزوز، ما فيه حتى شي نقطه ديال السكر. لقيتوني لبست حوايج لاصال، نقول لكم علاش ما جمعتش بيتي حيت تبدل البروغرام، ولكن جمعت لي ماما شويه حتى الغداء انا بقات لي غير الغبره وداك الشيء غادي نمسح الكوافيز وداك الشيء من الغبره. كما البنات خرج لي واحد البروغرام من الجنب كنت ناسياه، يلا فكروني فيه البنات صحباتي بانني اليوم خصنا نحضروا واحد الفيلم في ميغاراما، يلا غادي يخرج باقي ما خرج. اليوم غادي تفرجوا فيه غير الممثلين وحنايا زعما لي زانفيتي اللي معروضين باش نتفرجوا فيه. ابخي على باش غادي تحط في السينما، المهم غنمشيو نتفرجوا اليوم في داك الفيلم ماشي دابا، حتى نمشي لاصال بيان سور هو اول حاجه ضروري البنات، ما بقيتش كنقدر زعما كان ما مشيتش لاصال حتى نجيو لاصال ان شاء الله، وغادي نلبسوا حوايجنا وغادي نتقادوا وغادي نديروا الميكاب وغادي نمشيو للميغاراما نتفرجوا في الفيلم الجديد اللي يلا غيخرج، وغنخلي لكم الراي ديالي عليه الا كان زوين نقول لكم واش تمشيو تفرجوا فيه ولا لا ولا بلا ما تضيعوا فلوسكم. المهم البنات لبست هذا الكولون نوار في الغوز من هنايا عادي ديال سبور، ولبست معاها التريكو لبس برديلتي، وغادي نجمع صاكي البنات غادي ندير فيه الشامبوان والجيل دوش والديميلور ديال الشعر، وغادي نمشي غادي ندوش ليا في لاصال باش نجي هاديك، يبقى ليا غير مكياج وشعري غنخليه ينشف في الطريق، شعري اصلا غادي نجمعه صافي، وغيبقى ليا غير الميكاب ولبس ان شاء الله حوايجي باش نمشي ونتفرجوا في الفيلم. جيت من لاصال لقيت ماما مصايبه هي هنايا الكبده والصدر ديال الدجاج مع البصله، عرفتو ريحتهم شحال كتشهي دابا هادي، وخا ماكله ديال الريجيم زعما ولكن فهمتو بنينه مع البصله والملحه والبزار والتحميره والكمون وداك الشيء، المهم ريحتو طالعه السنه جاب لي الجوع صافي البنات. هذا هو الغرفه اللي غناكل، الصراحه خصني ناكل حتى سلطه ولكن ما عنديش الوقت باش نصايبها، غناكل وابقي غادي ندوز باش نماكي باش نمشي. المهم البنات هذا هو غدايا شوفوا، ايوا هذا هو الريجيم البنات. لقيتوني دابا يلا لبست حوايجي حتى نوض نوريكم شنو لبست، ودابا لقيتوني غادي نماكي بالزربه دابا لاكرون، المهم نحاول ناكسليري لكم هذا الشيء باش ما يجيكمش الملل في الفيديو. المهم لي زامي هاي سلمى جات عندي دابا، يلا ستاسيونينا الطوموبيل وغادي للميغاراما، حنا في عين ديال حنا معطلين على الفيلم، حنا معطلين على الفيلم والفيلم بدا صراحه ماشي شحال هادي يلا شي شويه الحمد لله ما عرفتش والله ما عرفنا. المهم غادي نتفرجوا دابا، المهم نتفرجوا في الفيلم ونقول لكم شي فيلم زوين نتيو تفرجوا فيه ولا لا، كان خايب نتيو تفرجوا فيه. شوفوا لي زامي ها هو الفيلم سميتو هوليود سمايل ديال رفيق بوبكر، المهم حنا ندخلوا نشوفوا كي داير. خديت هاد السلطة وسلمى خدات سلطة نيسوا البنات، كيجاك الفيلم سلمى؟
هو زوين ولكن زعما ماشي شي حاجه اللي واو عادي. اه زوين بحال جميع الافلام ديال رفيق بوكر. الناس اللي كيعجبهم رفيق بوكر غيعجبهم كيضحك كيضحك شويه. ايوا صافي بصحتنا وراحتنا نتغشي شويه البنات. هاد السلطه هادي واعره بنينه هائله يا البنات. رائع هاد الشيء يا البنات رائع. هادي حتى هي رائع هادي هائله يا البنات واعره. والديسير رائع البنات بطيطه تلقيمه تلقيمه والصعام دعي معاهم شي دعيوه الله يسهل عليكم البنات. الله يحفظكم. لا ما عرفتش قولي لي انا ما عرفتش دعيوه. دعي معاهم شي دعيوه الله يسهل عليكم البنات. هاد الدسر هذا هائل البنات. انا خديت الاناناس قولي لهم واش انا ديسيبلين في الريجيم ولا لا. شريت لك بليميو كيد والفريج مخوله ما كاتش باش تخوله ما تاكلوش الفريج. راه ماشي ديسيبلين راه ديسيبلين اس اثنين. ما دخلت للدار اش غنقول لكم. المهم تفرجنا في الفيلم عرفتي جيت عيانه بزاف غادي نبدل حوايجي ونغسل وجهي وغادي نعس. تفرجنا في الفيلم الصراحه كان فيلم زوين. صافي وابخي كيمشي مشينا تبشينا صافي البنات ودابا غادي نوض غنبدل حوايجي ونضربها بواحد النعسه. المهم البنات هنا غادي نسالي لكم هذا الفيديو. ما تنساوش البنات دخلوا عندي الانستغرام تما باش نقدر ندوي معاكم ونتواصل معاكم اكثر من يوتيوب. وما تنساوش البنات الا كان كيعجبكم فيديوهات ديالي وهذا الكونتون ديالي تبارطاجيو مع صحاباتكم وتخليو لايك وتابوناو في لاشين وتخليو لي شي كومونتير زوين باش تحفزوني وتشجعوني وندير لكم محسن بزاف. صافي وتهلاو ليا فراسكم وكنبغيكم وكنموت عليكم.